نكمل يا جماعة الكور ريفير بتاعتنا، ناقص كده البليزر الكور ريفير اللي هي اللي ورا، بقت الكولا بتاعتنا بقى ضيقة. هنشوف هنعملها ازاي. طبعا الكول بتاعتنا ليها مقاسات، بجيب قطعة قماشة من اللي انا عاملة منها الياقة او من قماشة البليزر بتاعي، بجيب قماشة اطنيها كده نصين، هي بتبقى عبارة عن بقيس كده 10 سنتي، بتبقى من 10 لـ8 سنتي يا جماعة، بتبقى من 10 لـ8 سنتي، لو انا مش عايزاها كبيرة قوي هخليها ايه 8، تمام. هقيس كده، هي كده اصلا 10 مثلا، يبقى كده 10 على ايه، على متني، على 2، تمام كده. طيب بيبقى ده كده العرض بتاعها. طب طولها كده بيبقى عبارة عن ايه؟ بجيب كده البليزر بتاعي، بجيب كده يا جماعة البليزر بتاعي، انا كده جبت القماشة متنية على 2، عرضها 10 سنتي، تمام، او ممكن اعملها 8 زي ما اتفقنا. طيب الطول بتاعها بيبقى قد ايه؟ فاكرين الفورد اللي انا خدته لما سبت الـ6 سنتي، الفورد اللي انا خدته ده كان في بداية البليزر لما عملت فورد. انا هجيب الياقة بتاعتي كده، بصوا اهو، احط من الفورد للفورد، هقيس كده، يبقى انا الفورد ده من الفورد عبارة عن ايه؟ عبارة عن حدة الياقة الخلفية زائد الحدة الامامية. انا من غير ما اقيس احط كده من الفورد للفورد، تمام كده يا جماعة. اهو تاني، اهو ادي الفورد وادي فورد، تمام، اهو بقيسهم اهو كده على القماشه، واقول هزود على ايه، على المقاس بتاعهم، سنتي من الناحيه دي وسنتي من الناحيه دي، يعني 2 سنتي خياطات. هقول كده اهو، ده كده من هنا لهنا زائد 2 سنتي ايه خياطات يا جماعه، يبقى كده انا عايزه القماشه بتاعتي لغايه هنا، خلاص. تاني يا جماعه، عارفين ان انا المقاس اللي قيسته ده ايه، لما اجي اطبق البليزر بتاعي كده احط كتف على كتف كده اهو بالظبط، ده كده الخلفي، الخلفي انا هنصصه برده، اعمل له علامه نص اهو عشان لما يجي كمان اركبه. هي المسافة دي يا جماعة، ده حدد الخلف، واجي هنا ده الكتف، وكده حدد الامام، وقفت لغاية الفرد، يبقى انا قست هنا من الفرد لغاية الفرد اللي ورا، هي كده تمام كده. فانا هقص القماشة بتاعتي لغاية ما انا قست لغاية هنا كده، تمام كده. وهعمل ايه، هروح انا اطبق، هي متطبقة كده، هروح مطبقها كده على 4، خلاص كده تمام، طبقتها كده على ايه، على 4. بصوا يا جماعة كده الجزء ده اللي هو المقفول، فيها ناحية مفتوحة وفيها ناحية مقفولة، المقفولة دي هي اللي بتبقى في الخلف في الظهر من ورا، تمام. انا عندي العرض بتاع الكولا اللي هي من اول هنا يا جماعة، من هنا من الفرد لحد الكولا بره، انا بقيس، انا كنت عاملة فرد عند 6 سنتي لما سبت الـ6 سنتي بتوع الياقة، دول كده 6 سنتي، تمام. انا هعمل الياقة 6 سنتي، انا خدت منها سنتي خياطة، اتفضل لي الـ5، يبقى معنى كده عرض الريفير يا جماعة اللي هي بتبقى كده، بصوا بتبقى كده، يعني بتبقى كده كده، تمام، 7 أو 8 زي ما انتوا عارفين، تمام. بيبقى عرضها زي العرض اللي انا المسافة دي بقيسها، مثلا طلعت لي 5، انا سايباها 6، عملت خيطت السجاف في سنتي، اتفضل لي 5، يبقى عرض الريفير عندي 5 سنتي، تمام. هاجي من هنا اقيس الـ5 من الناحية المفتوحة، من الناحية المفتوحة يا جماعة من هنا، وهنزل بالـ5 سنتي كده اهو، هقيس كده الـ5 سنتي بتوعي، وهعمل عندهم ايه، علامة، خلاص كده ماشي اتفقنا. يبقى انا كده عملت علامة فين، عند الناحية المفتوحة، نزلت كده من فوق لتحت بالـ5 سنتي او الـ6، او حسب ما انا عايزة عرض الريفير بتاعتي قد ايه، خلاص. ودي الناحية الخلفية يا جماعة بتاعتي، تمام، اللي هي الظهر هنا هيتركب من هنا طبعا، ده الظهر وده الامام عادي، تمام. هنا كده الـ5 سنتي مثلا بتوعي 5 او الـ6 حسب ما انا نزلت من فوق لتحت كده الـ5 بتوعي. هنزل يا جماعة كده، بصوا هنزل كده على ما فيش كده، من هنا كده على ما فيش اهو بالدوران بتاعي، من هنا مش هوصل للاخر، لا قبل الاخر بشويه، وهوصلها من هنا للنقطه بتاعتي اللي هي بتاعت الـ5 سنتي بتاعتي، خلاص. هتلاقي نفس اهو، بقص كده يا جماعه اهو بكل سهوله من غير بطرون ولا اي حاجه اهو، تمام اهي خلاص. وهعمل فرد هنا في الظهر هنا يا جماعه، عشان لما اجي اركب هعمل فرد هنا. هعمل ايه بعد ما خلصتها، هاجي اخيطها من هنا واخيط من هنا واقلبها الناحية التانية، هشوف الخيط ازاي اهو، اخيط من هنا كده يا جماعة اهو كده من الناحية دي، واخيط برضو من الناحية التانية، تمام خلاص خيطتها. هاجي يا جماعة البواس كده، لو هنا البواس دي بطيرها عشان لما اجي اقلب الياقة ما تكلكعليش، ولو في اي زيادات برضو ممكن اطيرها، تمام كده. الياقة دي من الحاجات برضه يا جماعة اللي انا عايزة احط لها فازلين بحط لها، تمام. هروح قلبها كده الناحية التانية كويس، لو في حاجة هنا بالراحة كده اعدلها
اهي تمام، وهاجي اركبها. ده بيبقى شكلها يا جماعة، تمام كده، وهاجي اركبها خلاص. فجأة يا جماعة لما جيت خيطت السجاد بتاعي، وجيت قلت لكم ان انا بخيط كده كده فاكرين، وجيت قلت ان انا هقف لغاية هنا عشان لسه في تركيب ياقة، فاليقة اللي هتركب هنا دلوقتي خلاص كده تمام. فهعمل ايه؟ انا هجيب الياقة. كنت طبعا يا جماعة اهو كنت منصصة الظهر بتاعي، عاملة فرد فيه من ورا اهو، اهو الفرد اهو بتاعي اهو يا رب يكون باين تمام. فاحط يا جماعة بصوا اهو الفرد بتاع الظهر اهو، احط الفرد على الفرد بالظبط، فرد الياقة اللي انا نصصتها على فرد الياقة اللي نصصتها اهو على الفرد بتاع الظهر بتاعي، واثبته كده بدبوس تمام. وهاجي عند الفرد بتاع الريفير اللي بره، هحط برضو طرف ايه، بصوا يا جماعة احط طرف الياقة، بصوا هتلاقوها متساوية بالظبط، جاية مقاسة اهي لغاية واقفة لغاية الفرد هي اصلا، لان انا اخده قايسة الكولة بتاعتي الياقة بتاعتي بمقاسات، لا طلعت لا كبيرة ولا صغيرة. برضو الناحية التانية هثبتها برضو اهو، بصوا اهي جاية واقفة لوحدها هي لغاية الفرد بتاعي اهو تمام. طيب هعمل ايه؟ هاجي من هنا انا كده حطيت الفوق الياقة على الظهر من ورا تمام، واروح قلب عليهم السجاف كده كأني بكمل يا جماعة تكملة السجاف بتاعي، بصوا كأني بكمل اهو، كان السجاف كده اهو اهو اهو، كأني بكمل بس بينها ايه، حطيت تحته الياقة، ده الفرق. هو انا عشان كده قعدت ما خيطتهوش من الاول، وهاجي هبتدي ايه اخيط اهي يا جماعة، بصوا هبتدي اخيط اهو، همشي عادي وش السجاف على وش البليزر وبينهم الياقة اهو تمام، هقعد اخيط عادي خالص اهو لغايه ما اوصل للناحيه التانية. والناحيه التانية يا جماعه اهو هعملها زيها، انا كده اهو كده وصلت للنص بتاع الياقه الخلفيه بتاعتي اهو، الناحيه التانية برضو اهو استجاف يا جماعه اهو اهو، هعدله تاني وكاني بكمل اهو استجاف اهو، وادي الياقه في النص، وش السجاف على وش البليزر وبينهم الياقه اهو، يا رب يكون واضح سهل ان شاء الله اهو. انا بخيط تمام اهو لغاية ما اوصل للناحية التانية اهو، لغاية ما اقفل البليزر للاخر خلاص، اخيطه لغاية الاخر خلاص كده تمام. نقلبه اهو، بقلب اقلبه اهو تاني، انا ارجعه اهو الناحية التانية برضه اهو اهو تمام. بصوا يا جماعه كنت عامله الريفيلا اللي هي دي بتاعه الكوره القد دي صح، اجي اتمم عليهم بصوا احطهم على بعض كده، اعرف شغلي اهو، بصوا هتلاقيهم الاتنين قد بعض بالظبط اهو، الاتنين قد بعض بالظبط اهو تمام تمام. اجي ابص كده ارجع الناحيه التانيه اهي، قاعد البليزر بتاعي ناقص حاجه كده يا جماعه فاضله، ان انا لما اجي اتني البليزر بتاعي واتني الكم بتاعي من تحت، اول حاجه ان انا بعمل اوفر بنظف البليزر بتاعي وبنظف كل حاجه فيه تمام. الجزء ده اللي هو السجاف هخيطه عشان ما يطلعش طبعا بره، خيطه في الجزء اللي هو جاي اللي هو قصه البرنسس دي عادي، فهيثبت خلاص مش هيطلع تاني. طيب بالنسبه بقى لديل البليزر بتاعي والكم بتاعي، انا بعد ما بعمل له اوفر السرفله بتاعته بجيب ده اسمه دبل فيس يا جماعه او بكره عنكبوت، ليه؟ لان هو بيلزق من ناحيتين مش زي الفازلين اللي هو بنحطه في الياقات والحاجات دي، لا ده بيلزق من ناحيتين. فانتوا لو شفتوا اي بلطو او اي بليزر هتلاقوا ان هو متني بس من غير خياطات، بس من غير خياطات. فانا بجيب يا جماعه دون بفتح الخياطه بتاعتي كده، انا خلاص بعد ما عملت اوفر المفروض ان انا بعمله كده، وباجي يا جماعه اتني كده عليه خلاص تمام، بتني عليه وبالمكوه وبالمكوه وادوس كويس جدا، وهتلاقيه اتنى، فهتلاقيه متني كده نضيف من غير اي خياطه، ما فيهوش خياطات في الديل خالص تمام. ونفس الحكايه برضه هعملها في الكم بتاعي، برضه احط له الدبل فيس واحط له كده، وهتلاقيه برضه متني من غير اي خياطات خلاص تمام. وبنستخدمه برضه يا جماعه في السوارهات والحاجات اللي احنا بنبعد عن خياطات الزهره كتير فيها تمام، ده بيبقى طبعا بيفضل في حاجات كتير.
لان البليزر يا جماعه من القطعه اللي هي ما بتبقاش نغسلها كتير او حاجه، فهو طبعا بيفك، بس طبعا ممكن نيجي نعمله تاني. طب بس هو من شياكته ان هو ما بيبقاش فيه خياطات كتير. خلاص تمام ماشي. ده يا جماعه شكل البليزر بعد ما خلصناه، وشكل الكور ريفير بتاعنا. يا رب يكون الشرح واضح ويكون فهمته، وان شاء الله تكون طريقه سهله جدا جدا للمبتدئين واللي ما عندهمش اي فكره عن التفصيل. تعملوا احلى بليزر، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع قناه بيبو لتعليم الخياطه والتفصيل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.